شيخ حفظكم الله تقول من أسئلتها عن الميت أن من الأعمال الباقية الولد الصالح الذي يدعو له. إذا كان ليس له ولد صالح وكانت له زوجة صالحة، هل يعادل الولد الصالح هذه الزوجة؟ وهذه المرأة تقوم بتعليم صغارها الذين لم يبلغوا الحلم الدعاء لوالدهم، فهل لها ثواب بذلك؟ نعم، هذا شيء طيب. الدعوة للمسلم ولا سيما المرأة لزوجها والزوج لزوجته والقريب لأقاربه أو لإخوانه المسلمين، أمرهم مشروع. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، استغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لي ولوالدي، كل هذا مطلوب ومشروع، أن الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لأقاربه ويدعو لإخوانه المسلمين. نعم.